السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بكم معايا من جديد ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم غنوجد معكم واحد الغديوه خفيفه صيفيه غنوجد معكم الصنطه مقليه كتجي مقرمشه وبنينه وغنوجد معكم خمسه ديال السلطات مغربيه سلطات خفاف وتاهوما كيجيو بنينين ومتنوعين وغنوجد معكم كوكتيل ديال لي خليكم معايا هنا غادي نبدا بالصمطه هنا خديت الصمطه غادي نضيف ليها هكا الثومه محكوكه نضيف واحد جوج فصوص من بعد غنضيف كمون تحميرة الإبزار، الملح، عصير ديال الحامض، القزبور مقطع، زيت الزيتون نخرقو صافي هنا غادي نخلط هاد المكونات مزيان نشرم مزيان هاد الحوت وكنخليه على جنب كنخليوه مرقد لينا في هاد ولا واحد شويه باش يتشربها لينا آه صافي دابا غادي ندوزو نحضرو السلطات هنا غادي نبدا بالسلطه ديال المطيشه هنا آه خديت مطيشه نقيتها وحيت لي هذيك الزر اللي يعني فيها وقطعتها قطع صغيره كما كتشوفوا من بعد غنضيف ليها آه شويه ديال البصله مشلضه من بعد كنضيفوا شويه ديال زيت الزيتون الملح شويه ديال الملح الابزار وشويه ديال الخل صافي هنا غا غادي نخلط هذه المكونات من بعد غادي نحطهم في طبق التقديم صافي ومن الفوق غادي نزينهم بشويه ديال القزبر مقطع ودابا غادي ندوزو نحضروا السلطه ديال البربع هنا خديت بربع مسلوقه قطعتها مربعات صغار صافي من بعد غنضيفوا ليها شويه ديال زيت الزيتون والملح والابزار والقزبور مقطع وغنوضعوها في طبق التقديم صافي هنا غنحضروا واحد السلطه ديال البطاطا مع الجلبانه انا خديت البطاطا والجلبانه سلقتهم من بعد صفيتهم من هذاك الماء ضفتيهم زيت الزيتون كمون ابزار الملح غنخلطهم هكذا صافي وغادي نحطهم في طبق تقديم هاد السلطات اللي كنوجد معكم راه سلطات مغربيه معروفه تقريبا راه كلشي كتعرفوا توجدوها غير بغيت نشارك معكم هاد الوصفات كاقتراح وصافي هنا غادي نوجد واحد السلطه ثانيه بخزو هنا خديت خيزو كما كت... كتشوفوا مقطعه على شكل طولي صافي هنا من بعد ما سلقتو وصفيته من الماء ضفت ليه هكا اللوبيا الخضراء حتى هي سلقتها كتسلقوها مع شويه ديال الحامض صافي هنايا خلطتهم من بعد غنضيف لهم زيت الزيتون الملح الابزار صافي غادي نخلطوهم مزيان صافي وغنحطوهم في طبق التقديم صافي هنا بقات لينا واحد السلطه هنا سلطه ديال الفلافل هنا خديت الفلفل الفلفله الوان كتشويوها من بعد كتزولو ليها ديك القشره ديالها وكتغسلوها مزيان و... وصافي هنايا خديت هاد الفلفله قطعتها على شكل طغلي كما كتشوفوا ضفت شويه ديال الملح شويه ديال الابزار زيت الزيتون صافي وغادي نخلطوا هاد المكونات وغادي نحطهم في طبق التقديم صافي هنا دوك السلطات اللي وجدت غنخليهم على جنب غندخلهم الثلاجه وغادي نرجعوا للصمتة اللي شرمنا قبيلة غادي نقليها هنا درت لكم الطريقه ديال المعكازات <applause> خديت هكا بلاستيك غذائي درت فيه واحد شويه ديال فينو صافي غادي نزيد ليه هاد الطريفات ديال الصمطه من بعد كنسدو هذاك البلاستيك الغذائي وكنحركوه هاد آه الطريقة سهلة وحتى اقتصادية ما الحوت شلينا آه و ما كيهزش لينا كمية ديال الدقيق بزاف و وكما قلت لكم ديال المعكازات ما كتحتاجيش انك تبقى يدوزي كل قطعة بوحدها في الدقيق مهم طريقة سريعة واقتصادية صافي هنا بنفس الطريقه غنكمل الكميه ديال السمطه اللي بقات عندي ومن بعد غادي نقليها ودابا غادي نحضروا عصير كوكتيل ديال لي فخوي هنا كتاخذوا اي نوع ديال لي فخوي كاين عندكم هنا انا خديت البنان تفاح الخوخ المهم غادي نقطعهم هكا من بعد غادي نطحنهم مع عصير ديال الليمون وكنضيفوا ليهم السكر حسب الذوق صافي وهذا الكوكتيل ديالنا راه واجد هنا غادي نخويه في هذا الكؤوس وغادي نضيف ليه الثلج وكنقدموه بالصحه وراه الصراحه كيجي بنين بزاف وليد ومنعش وبارد وكانوا هادو هما الوصفات ديالنا اليوم وجدت معكم غديوه خفيفه متكامله و السمطه المغربيه المتنوعه وبهذا الكوكتيل وبالنسبه للسلطات اللي وجدت معكم راي يمكن لكم توجدوهم وتقدموهم مع اي طبق رئيسي كيجيوا كي غزالين هكا متنوعين نتمنى يعجبكم الوصفات وما تبخلوش عليا باللايكات والتعليقات ديالكم واللي مازال ما يشترك في القناه نتمنى يشترك في القناه ويفعل الجرس باش توصل بالفيديوهات الجداد وهكذا غنقول لكم بالسلامه عليكم تلقاكم في فيديو اخر ان شاء الله مع وصفات جداد